ختاما معك، إغراق البلدان وتحديدا دول الخليج بآفة المواد المخدرة سيد النعيمي، وبالتالي البلد المنتج لهذه المخدرات يعني هي سوريا بأذرع إيران، الميليشيات الإيرانية، ميليشيات أيضا حزب الله اللبناني في لبنان وأيضا في سوريا. ماذا يعني بالنسبة لمشروع إيران، يعني المشروع التوسع لإيران عبر الأذرع، والآن مشروع آخر، مشروع تجاري، مشروع اقتصادي، إغراق بلدان الخليج بآفة أيضا المواد المخدرة. ختاما معك سريعا لو سمحت. تأثير المخدرات بالنسبة على المجتمع العربي ستكون له تأثيرات كبيرة إذا ما أخذنا بالاعتبار التداعيات التي تحصل بعد تناول تلك المخدرات. لذلك تلجأ إيران إلى عمليا لإغراق المنطقة من أجل إفساد المجتمع وبنفس التوقيت الحصول على المال الكاش. ربما العمليات التي تجري، عمليات التبادل التجاري في العالم، تجري من خلال تبادل شحنات، إما عن طريق الغاز أو غيره أو الوقود أو حتى وصولا إلى الصفقات التجارية كالقمح وغيرها. بينما بتجارة المخدرات يكون هناك التبادل من خلال أنظمة اقتصادية خارج منظومة سويفت. لذلك تحاول إيران من خلال تلك يعني العمليات القرصنة، أنا أعتبرها قرصنة، للحصول على المال الكاش واستثمار هذا المال في عملية إما رفق خزينة الدولة الإيرانية من أجل التمدد في مشروعها والتوسع يعني في مجالات مختلفة. وصولا يعني نحن اليوم نتحدث ليس فقط عن الجانب السوري او منطقه الشرق الاوسط، ايضا هنالك انتشار كبير بالنسبه للمشروع الايراني باتجاه يعني جنوب افريقيا. هذه المنطقه التي يعني منطقه تعتبر خام بالنسبه لها، هنالك مشاريع كبيره للميليشيات الايرانيه للوصول اليها. كذلك ايضا هنالك ميليشيات اخرى كميليشيا فاغنر وغيرها، كل تلك الاذرع متهمه بشكل او باخر في عمليه ايصال مخدرات واستثمار المخدرات في تمويل انفسها. لذلك اعتقد بان المشروع الدولي لابد من ان يكون استهداف لمصادر تصنيع تلك الآفة وليس يعني استهداف الأذرع التي تقوم بتصديرها، وهذا لا يعني أنها لا تستهدفها، لكن الأولوية يجب أن تنصب تجاه أماكن تصنيع هذه الآفة وليس المروجين. شكرا. لها